ازيك يا معي؟ ايه الاخبار؟ كله تمام؟ اخبارك ايه؟ زي الفل. جاهزه معانا؟ جاهزه. اوكي، عرفنا اول حاجه ان انت مالكيش في مغامرات خالص، الكلام ده صح؟ خالص، يعني ما عنديش فكره ان انا اعمل حاجه فيها مغامره. انا شخص بيخاف جدا، قلوق جدا، قلبي مش جامد خالص خالص. قولي لي ايه نوعيه المغامرات اللي انت ممكن تعمليها اصلا؟ بص، اي مغامره ممكن اعملها او هتجمد قلبي شويه لو اي حاجه معليه، يعني لو ليلي صممت تعملها وانا خايفه عليها فهضطر اعملها. اوكي، دانا وميس اخواتك عاملين زي كده ولا قلبهم اجرأ منك شويه؟ دانا مش جريئه، لكن ميس جريئه. ليلي بنتي اجرأ مننا احنا الثلاثه. بما انك انت مالكيش مغامرات خالص، عملت ايه عشان تستعدي مغامرتنا النهارده؟ اخواتي لما حكيت لهم الفكره بس البرنامج قالوا لي مي انت متاكده ان انت رايحه؟ قعدت كده شويه قلت ايه ده، صح؟ ازاي انا وافقت ان انا اجي؟ بس حقيقي انا اول مغامره في حياتي هعملها هتبقى النهارده. متشجعه جدا 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 اني هشوف مصر من فوق، هشوف حاجه عمري ما عملتها، وحاجه هتكون اكيد مختلفه. عارف وانا بفكر اصلا اني هنط، حاسه ان انا متردده في الكلام، بقول اي عارف بتوه انا. انت هتعملي كده؟ طب انا ممكن امشي دلوقتي على فكره عادي. لكن متاكده ان هي هتكون تجربه مختلفه تماما. ايه الحاجه المستحيل تغامري بيها؟ بنتي واهلي. احنا خلصنا الاسئله دلوقتي، وعشان تاخدي تاشيره المغامر دي هنروح ونشوف ايه اللي هيحصل في الفي ار تيست. ماشي، ده المفروض تيست هنختبر بيه ثباتك الانفعالي وقوتك كمغامره، ونشوف بقى هنديك التاشيره ولا لا. هوب اختص. شمال بقى؟ هو ليه مش بقوم طيب؟ كتير؟ خلاص كده؟ ما انت كده 51% مغامرة. لا بجد؟ والله أنا كده مغامرة وأنجزت أنا عديت الـ 50%، ده أنا فرحانة بنفسي أوي. وده هيديك لقب مغامرة يجي منها. أنا مرعوبة بصراحة، يعني مش هكذب، يعني بصراحة خايفة أوي، بس حاسه ان هو تستاهل. عارف مغامره تستاهل. هتستاهل صدقيني والله. دلوقتي انت جاهزه لتاشيره المغامر، خدي باسبورك وسلميها لهم هناك. اوكي اتفضل. طب قبل ما نطلع بس على الطياره، عايزك تسجلي فويس نوت مش هنسمعها الا قدامك لما تنزلي من الطياره. اتفضل. خلاص هسافر. هروح. اتفضلي. مامي مي، قبل ما ننطلق على مغامرتنا عايز اعرف منك، كان نفسك يكون مين معانا دلوقتي عشان يعيش معاكي مغامره؟ اكتر حد اكيد ليلي. اشمعنى؟ بنتي، فهبقى عايزاها معايا. بس لا تصدق، ممكن اخاف عليها قوي، يعني مش لا ممكن اعملها، عشان انا قلت لك انا مش شجاعه قوي. لو انا لوحدي هبقى خايفه على نفسي او قلقانه، لا هنا هبقى قلق تريبل عشان معايا ليلي، فهبقى خايفه عليها قوي. ممكن اخد في المغامره دي قلباء حد قلبه جامد شويه، ممكن اخد حد من صحابي اللي قلبهم جامد، او اخد ميس. اوكي طب بس نخيها في ايه دلوقتي؟ اوكي عايزينك تكلميها دلوقتي حالا وتدخليها معانا مغامره ثرو فيديو كول، ان انت تكلميها فيديو كول وتعيشيها معانا في المغامره. يلا بينا. طب يلا بينا. يلا بينا. هاي ليلي. هاي يا مامي، اخبارك ايه؟ انت كويسه؟ بص هاي دي دانا، دي كمان دخلت، ده العيلة كلها دخلت معانا يا جماعة. هاي، انتوا عارفين انا هعمل ايه دلوقتي؟ مش عايزين نعرف. لا هقول لكم، سكاي دايفنج. مرعوبة. تخيلي يا دانا انتي معايا، تخيلي. ده انا بخاف من العالي موت. ايوه انا مرعوبه اصلا من دلوقتي. بيقولوا لي مين اكتر حد نفسه لو انت عملتي السكاي دايفنج يبقى معاك؟ قلت لهم ميس قلبها جامد. انا ودانا قلبنا مفيش خالص. ده انا بموت خوف. دي ميس فين؟ دخلوا ميس عشان العيله كلها تبقى طلعت. فين ميس؟ الست ميس بتغني لي نطي نطه يا دبدوبه. طيب اقول لكم باي، لاف يو.
لا اله الا الله. ليلي اي لاف يو سو ماتش. يلا عشان تشوفي الكوكب من فوق عامل ازاي. اوكي باي. نجوم السماء